يا نخله يمر طب وجريد من فوقك مش طايله ايدي اللي طاب كده برضه يكون زوجك انا لو كان بيا عطب ويطولني بوقك انا وانتي يا نخله في زمن قطب ترى طوقي من طوقك بكره يا نخله تسيري حطب كرناف ناشف لا تحتك ولا فوقك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما احب ويرضى والفضل لله أن حب العقبة بحرها خليج العقبة هو جزء من البحر الأحمر والبحر زي ما بقولوها رزق البحر بحر لكن لو أتكلم عن مهنة الصيادين بالعقبة نعرف تماماً إنه كنا بالزمان القديم آبانا وأجدادا يركبوا البحر على جذوع النخيل قبل أن يصنع القوارب الصيد جذوع النخيل كانت تسمى إما الفلق أو السفينة أو الظهيرة ومن تركيبة نفس الشجرة أو النخلة نأخذ الحبال اللي نجدلها ثم المجذاف من يسموها الكرنافة آخر جريدة النخيل هسه لو طلعنا احنا للبحر في مصطلحات عقبوية معروفة إنه اذا عمق في اعماق البحر بقولوا الركبة او ركب البحر الجماعة راحوا ركبوا هذه لما كنا نصاد لما مثلا سمك الطونة اللي هو له السكان او المناطق الغزيرة العميقة هسه لما يجوا للمنطقة الثانية. اللي قريبة للشواطئ يسموها تلويدة التلويدة بمعنى أنه يعني أين يلود السمك الصغير إلى الشواطئ خوفا من السمك الكبير فإحنا بنلف هو يلود إلى الشاطئ وإحنا نلود به نصطاده هسه لما يجوني توسعت منطقة المياه الإقليمية الأردنية كنا نصطاد في المياه الإقليمية المصرية والسعودية المسافة بعيدة والوقت طويل كان تستغرق الرحلة أكثر من أسبوع وأسبوعين أو عشرة أيام يسموها الصرحة أو القنصة طبعا أي عملية للصيد وامتهان مهنة الصيد يسبقها الاستعداد للمهنة الاستعداد للمهنة اللي هي القارب وطاقم القارب اللي هم الريس والصيادين ومعدات الصيد ولوازم الرحلة اللي بيسموها العزبة العزبة بمعنى التموين المحروقات المطلوبة حبال خيطان صرانير اللي يزالوا فيها مهنة الصيد هذه كلها بنقول مركبة على إنتاج الصيادين كنا نضع في القوارب صناديق بسموها ثلاجات زي الاس بوكس يعني لكنها مصنوعة من الخشب مبطنة من الداخل من الفلين الخشبي ومكسوة بالصاج حتى تحفظ الثلج وتحفظ الأسماك اللي متلج كنا نصطاد الأسماك ونحفظها بالثلاجات نبيع سمك مثلج طازج وليس مجمد وللعلم انه كان انتاج الصيادين العقبويه من السمك بالمياه الاقليميه المصريه والسعوديه والاردنيه كنا نكفي الاستهلاك المحلي بالضفتين الضفه الشرقيه والضفه الغربيه وجنوب سوريا وشمال السعوديه ومناطق قريبه منا من منطقه سينيا هذا بنسميه بمهنه الصيد لها قانون وعرف خاص بها، العقباويه متفقين عليها بكلمه السبر العقباوي، السبر البحري وهو يعني خلينا نقول اصل التراث البحري العقباوي، بمعنى خلينا نقول انه اذا انا بدي اصطاد بالشباك او بدي اصطاد بالخيطان والسنانير واصطاد بالاقفاص للصيد كل نوع من انواع الصيد وكل مزاوله لها طقوس خاصه بها ولها حركات خاصه بها. المهم انه مهنه الصيد هي قد تكون المهنه الوحيده التي تبعد كل البعد عن الروتين الممل. لانه في البحر بدك تحصل رزقه اولادك وحياتك المعيشيه تسددها بدك كل لحظة وكل رمشة عين بدك نشاط دؤوب متواصل على أساس أنه تقاوم مخاطر البحر تحصل الإنتاج السمكي يعني اللي قابل للتسويق مظبوط ووضع ثاني في عندي احتياطيات من المخاطر اللي هي صيانة القارب والمعدات الصيد معدات الصيد خلينا نقول بيسموها عده البحر، انت مستعد للبحر معناته مستعد من كل النواحي، خلينا نقول التموين معدات الصيد قارب الصيد طاقم طالما انه في طلب على السمكه العقبويه معناته في استهلاك يعني مستمر الان هذا يعني انه ما دام انه في سمك وفي انتاج فيها حياة معيشية وفيرة للأمانة يعني خلينا نتكلم عن حاجة معروفة في حياتنا العامة لا يبد وإنه في حركات وسائل ترفيهية كانوا يمارسوها أهل البحر هي بنسميها الألعاب المائية ألعاب الصيادين أحياناً إذا عنده مثلاً يرفح عن نفسه وحابين انه يجوا يخلقوا جو فكاهي منشط اوقات يتلاعبوا مع بعضيهم ويتمازحوا باساطير البحر كنا نيجي للطحلب في انواع من الطحلب كان يمتد خيطانها يعني زيها زي الالياف القطنيه الفسائل القطنيه كنا نكعبلها بعضينا ونضرب بعضينا فيها والشاطر اللي يضرب الثاني اكثر احيانا بنسوي بيننا وبين بعضينا حكم ومحكوم يعني لنفرض انه واحد اخطا وبده يوقع عليه الرطوبه يمسكه الحاكم ويقول له ارطب بمعنى انه يغطس غطس بالميه اجباري وبطوله نفس لما يعطي له اشاره او يدقه انه خلص انتهت العقوبه مره مرتين ثلاث منطقة الشواطئ تبعتنا احنا وحتى المياه المغمورة بال او الرمال المغمورة في مياه البحر رملناها ايه يا محلا كنا نضرب بعضنا بالرمال دون ان نؤذي بعض احيانا نتمازح انه نقسم بعضنا فريقين نلعب لعبة من يغلب الثاني ما كناش نعرف المصارعة الحرة ولا المصارعة اللي معروفه في العالم كلياتها كنا نسويها شبه مصارعه داخل البحر انه نفتح بعضينا نرمي بعضينا اوقات نضرب بعضينا كان بيسموها لعبه الشلاليت يعني انا اضربه ب يعني بالقدم دون ان اوذي زميلي او بعتبره خصمي هذه العاب داخلها لكن لما كانوا الصيادين ياخذوا مناطق بعيده جدا كانوا زي ما كانوا يزولوها في ايام رمضان بيلعبوا لعبه الكبت احيانا حتى في المية واحنا بنسبح في المية نلعب لعبه الطمايه بيسموها السخمايه مين يتخبى ندل عليه ما ندليش عليه ينقسم فريقين الفريق, الخاسر اكثر او الرابع اكثر هو الفائز كنا نزولها بكل بساطه وبكل سلاسه هو للامانه كانت يعني حتى بعض الناس اذا بيشوف الصيادين او الشباب اللي بيسبحوا هي اصل اصل المهنه ككل انه يجيد السباحه ومن ثم كمان واجب عليه انه يعرف بعمليه الانقاذ انه لو غرق معاه واحد او تعطل واحد او اصاب واحد يعرف كيف يسعفه فكانوا حتى رواد الشواطئ المتنزهين لما يشوفونا نلعب مع بعض الالعاب البحريه هذه البسيطه الحلوه كانت على الصليقة على الفطره على باريحيه تماما وكانت ممتعه كثيرة. يا ربي غربتنا يا ربي ودينا نحو البلاد يا رشاد ونشوف اهالينا دنيا غرورة دنيا غرورة ما فيك أمان لينا دنيا ما دمتيش لمحمد ولا لينا آه لابد أنه لما نطلع على البادية القوافل الجمال اللي تنقل البضائع او الركاب او للتجاره في بنسمع الحادي يغني على ظهر العجين واحنا اذا كان الجمل سفينه الصحراء فنركب السفينه الحقيقيه اللي هو القوارب تبعتنا اذا ما غنينا واذا ما رفعنا عن انفسنا ممكن تكون يعني ممله الشغله هذه وفيها حزن وفيها تعب وإرهاق فبتلاقينا واحنا في البحر بنغني وعندنا الايقاعات احيانا يعني نستعمل معناش موجات الايقاعات الطبله والسنج والرق لا كنا نستعمل على نفس القارب نضرب على حوافي القارب او جوانبه نضرب عليها الايقاعات والمجموعة تسقف وتغني أحيانا مع الناس لا قارب ولا غيره على شاطئ البحر كنا بالكرنافة اللي هي آخر جذع الجريدة أوقات نضرب فيها على سطح الماء والله كانت تعطينا نغمة يا محلا يا محلا معتمدة على قوة الضربة ومساحة أرضية الكرنافة وخلنا نقول اللقاءات هذه كلياتها منسقة مع سقفة وأغاني وحركات أحياناً أوقات وهو يسبح في البحر يغني أو واقف هو بيغني تلاقي لك يوم اللقاءات هذه الحاجة أم الاختراع إحنا خلقنا لحالنا أو أوجدنا لينا لنفسنا لقاءات خاصة بنا. كنا اول نستعمل مثلا للمحروقات نزود بالبنزين والديزل بواسطه الجريكان جريكانات البنزين المعدنيه للمعدن هذا الجريكان له ست وجوه لكن كل وجه ممكن يعطيني اربع خمس نغمات بمعنى لا يقل عن ثلاثين نغمه على ايقاع الجريكن، وانا مارستها مع مع الصيادين ومع رحمة الوالد أبويا أه 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 معروف اسمه محمد تكلة محمد تكلة بمعنى التفسير كلمة تكلة ولو أنها يعني خلينا نقول سبر إله وكنية إله كلمة تكلة تعني على العارف معرفة كاملة بشؤون البحر ومعداته أه سبحان الله يعني كل إنسان بيحكي عن بيئته وعن منطقته وطبيعة عمله لكني أجتهد في كلمات بسيطة جدا دالة على إيه؟ أه وجود الثروة السمكية في العقبة أكلات الشعبية البحرية الشعبية أه السياحة البحرية والغطس أو الغوص في العقبة فبقول سبحان من سير مركبنا بشراعه يبعد ويدنّا يا بحر يا بحر هدي الموج قصدين باب الله والرزق بستنى أما صيادنا شمر عن زرندو ودراعه يسعى ما يتونى ويطرح شبك منسوج ويسمي باسم الله محلاكي العقبة محلاكي العقبة محلاكي العقبة في جهود مشتركة إما حكومية رسمية بحتة أو تطوعية بأنه حافظوا على شواطئنا شواطئنا بتعني إذا كان بيئتنا البحرية نظيفة كويسة بيعني أن العقبة مرتاد سياحي من أحلى ما يمكن لكني أشير إلى نقطة هامة ولا تغيب عن ذهن الجميع بالله عليكم انه اللي يخوض البحر يحافظ على هالنعمه هذه اللي ربنا يعني اسبرها اسبغ بها علينا. اولا عمليه انه طرح السموم القاتله في البحر محرم محرم حرام علينا. وضع ثاني تلويث البيئه البحريه، انت زائر للعقبه اذا نزلت على شواطئ العقبه خلي يكون معاك يعني كيس نايلون صغير تلم فيه النفايات تظل مكانك نظيف لانه بكره راح ترجع وتقعد مكانه نفسه وزميلك او جارك اللي قلت له والله شمينا العقبه يا محلاها روح للمكان اللي احنا قعدنا فيه بلاقي المكان نظيف احنا حافظنا على البيئه وحافظنا على البيئه البحريه لكن بقول حاجه انا اناشد كل مسؤول ان لا ينزل البحر إلا ابن البحر ويعرف تماما إنه عنده مخافة الله بثروة الثروة السمكية وخلنا نقول هذه مادة غذائية رئيسية مهمة لحياة الإنسان وممكن تكون الحيوان المائي الوحيد اللي لا تصيبه أمراض زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أحل لكم دماني وميتتان قالوا ما الميتتان يا رسول الله قال السمك والجراد احنا بعيدين كل البعد انه العقباوي العقباوي او المقيم في العقبه انه ينكش عشه بيده او يخرب بيته بيده وإحنا بنحافظ بس بنقول لضيوفنا وسواحنا وزوار العقبه بالله نساعد مع بعضينا ان نحافظ على نظافه شواطئنا وبيئتنا البحريه